خليل. يلا لا شوف كلي، لا تلعبي، يلا صحة. يلا حبيبتي. مين؟ ما بعرف. ألو؟ ألو، أنا أمينة. ألو، أيوة، فيني أحكي مع شيماء شوي؟ خلي شوفي مين هاد؟ شيماء، خدي احكي مع ماما. إيه؟ ماما؟ يا روحي يا عمري، كيفك يا حبيبتي؟ منيحة. وأنت؟ منيحة حبيبي. شو عم تعملي؟ عم آكل مع خالي ميرنا. منيح منيح. الخالي ليلى حطت لي حمرة بس راحت هلأ. شيماء عادي عقلي بنتي، ما تعذبيهم. ها ماشي. ماما انت حتجي؟ بس طيب. طيبي بسرعة. ماشي يا عمري، هلا لازم سكر. لا خليكي عم تحاكيني. لازم سكر حبيبتي، انا بحبك كتير شيماء. لا تسكري ماما. ماما ماما هاتي لشوف. ما سكرت. روقي. شكرا كتير، ولا يهمك. وهو علينا. ليش عم تبكي حبيبتي؟ هي حكيتي مع الماما وهي منيحة. لا تبكي حبيبتي، لا تبكي، خلاص. مستحيل. عم تتصل كمان حسن؟ شبك يا شبك حسن. حسن ما عاد عندها شغل غير ربي لبنتها. تعي نتفرج على التلفزيون، نشوف أفلام الكرتون. تعي يا يا. ها أنا جهزت لكم غرفتنا، نوم فيها أريح. ليش عذبتوا حالكم؟ معقول هالحكي؟ نشكر الله، بيتنا كبير وبيساعنا كلنا. أنا بدي نام مع ميرنا. أها هلأ كملت. بابا ما رح يجي ياخدني مو هيك؟ أنا شبعت دايما. إن شاء الله خلي عنك، أنا رح لم السفرة. الله يرضى عليك، خلصنا من شغلة التنظيف، صرنا نروح على البيت بكير. ليش انتو بتشتغلوا كل يوم لهالوقت؟ ايه تقريبا. كمان بتاخدوا اضافة ما هيك؟ ايه انت لا تطلب، ما رح يعطيك. لا يا اخي، مو خلاني نام هون، بكفيني. عفاك، الله يعطيك العافية. الله معكم، مع السلامة. عارف؟ صبحوا.